اللي جاية نسأل الله أن يرزقنا يا ربي. واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالإيه؟ بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واضح؟ مين هم الخاشعين؟ طبعا أنا قلت لكم على موضوع إن القرآن بيفسر القرآن. شوف على سبيل المثال أهو، مثال معانا أهو. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كمل. الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. دول الخاشعين. ده دول الخاشعين. تمام؟